هلا رح نروح مع آخر الأخبار السريعة مع حمزة بن جدو بتسعين ثانية. بمقدور 13 لاعبا من تشكيلة المنتخب السعودي الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد قرار الفيفا تأجيل الأولمبياد إلى الصيف المقبل. تتجه إدارة النصر السعودي لتقليص رواتب لاعبيها المرتفعة الموسم المقبل لتخفيف الأعباء المالية، كما تداولت أخبار عن اتجاه الإدارة للتخلص من لاعبها أحمد موسى لراتبه المرتفع وتعويضه بالجزائري يوسف بليلي الذي انتشرت أخبار عن طلبه لإدارة فريقها الأهلي لفسخ عقده بسبب تأخر مرتباته الشهرية. كما كشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة الشباب السعودي قررت حسم 40% على الجزائري جمال بالعمري بعد أن نشر تصريحات على الإنستغرام ينتقد فيها إدارة فريقه. كشفت مصادر إخبارية عن تكليف إدارة الاتحاد السعودي مدربها كاريلي صلاحية الاستغناء عن لاعبها ويلفريد بوني أو إبقائه دائما مع الاتحاد، حيث قررت السلطات السربية إطلاق سراح لاعب الاتحاد ألكسندر بريوفيتش بعد قيامه باختراق حظر التجوال وإلزامه بإقامته الجبرية في منزله لمدة 3 أشهر لحين استكمال القضية. أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه يجب إنهاء بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم بحلول 3 أغسطس. تقدمت أندية دبي بمقترحات إلى اتحاد الكرة الإماراتي لتحديد مصير الدوري باستكماله في شهر مايو أو استكماله بداية الموسم الجديد أو إعلان شباب الأهلي بطل لدوري الخليج العربي إذا لم يكن هناك بديل عن إلغائه.